صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير. البنات، هذا وراني نوت، مازال ما با ما غسلتش وجهي وكامل، لوضوني ولادي اليوم نهار الجمعة، حبيت ندوزو كامل معاكم. ولا غير هذا وراني مازلت في فراشي، ولادي ناضوا والفو ينوضوا صباح بكري باسكو وليدي الكبير يقرا، جاو نوضوني دوكاتي، كاني رايحة نطيب لهم الحليب ونشربوا قهوة ونوريكم نتوما تاني تراكم معانا. كما قلت لكم نروح نطيب لهم قهوة، نروح نديهم للصال دو بان، نغسل لهم وجههم ونديروا الفطور كيف كيف، نخدموا شغلنا كيف كيف. المهم البنات، نروح ندير هاد الحاجات ونتلاقاو. هنا البنات، هاني وجدت الفطور تاع الصباح تاعنا، يعني عباره عن شويه تاع الفطير. وليدي سخنت له حبه تاع الكرواسون يحبهم، انا ما عندي حاجه فيهم. انا درت حليب كريم كما تعرفوني، وهو درت له حليب بالشوكولا، هذيك بودره تاع الشوكولا تاع الحليب. واكيد دائما الفطير كان عندي سخنته في البانينوز، يقعد هو مع شويه تاع زيت الزيتون وشوية تحبيبة تاع التمر. التمر دايما نقولكم كلوا عدد فردي، يعني كلوا ثلاثة خمسة سبعة، ما تاكلوش بالزوج، يقول لك الزوج يطلع السكر. المهم البنات، دوك نشرب قهوتي تاع الصباح مع وليداتي. وليدي صغير تاني درت له البيبرون تاعها ولي كيشرب، وبعد نرجع عليكم نكملوا لا روتين تاعنا تاع نهار الجمعة. كيفاش نجوزها؟ بخاص كل جمعة نجوزها هكا. صباح الخير، حل شاكو حل ماما. وش راح تدير ماما؟ نخمل شام البنك تاعك. يلا خملو ماما باش تساعدني. ايه بصح اقعد منا، روح منه وسقم وروح. كل ما تنوض سقم بنكك. ايه وليدي وش بيك ماما؟ اك مريض؟ قولهم ادعوا لي باش نبرا. ان شاء الله. بصح قلبها ماما، قلبها ماشي مسقمام ليه. ماعرفش. انت عارف بصح تعلم، لازم تتعلم. ايه اوكي خلاص، نخلوك حنا تخملها بيان وبعد نوروها لصحاباتنا. ايه طاطواتك. ايه اوكي اوكي مامي. هنايا بعد لي شربنا القهوه تاعنا تاع الصباح، دوك نبدا نخدم في شغلي ونحكي معاكم. يعني حبيت نرد على بعض التعليقات اللي تلقيت كم هائل في الفيديوهات السابقه، واللي هو الموضوع اللي درتو لكم، ماشي موضوع، كي شاركت معاكم التبول تاع وليدي حاجاكم. نتوما برك ما فهمتونيش، يعني انا الابن تاعي ما يبولش يوميا حاجاكم وحاجه غدركم، يبول شوفوا دي فوا 10 ايام 20 يوم، دي فوا شهر، ماشي بولي بول حتى يعمر كاع الفراش هكا تمتمي، يعني تغلبو ويقيس حوايجو ما يبولش. كلي قالت لي دوك يشوفوه لا فامي تاعو كيولي يعايروه. لا لا، انا وليدي ماشي من نوع داك اللي يبول يعمر الفراش واللي يقطر حوايجو، لا لا والحمد لله. قلت لكم مين داك نحسو بلي هكا قص الفراش تاعو، مي بصح ينوض يجري يروح للتواليت، الحمد لله يا ربي. يعني واحد الوقت كان ما يبولش كامل. وكاين تاني الحاجه الثانيه اللي حبيت نقول لكم عليها، كاين بزاف كي يشوفوني نحط هذاك التيو دي فوا، قالوا لي وحده، كاين بزاف اللي قالوا لي بالك راكي تضربيه بالتيو راهو يبول على روحه. ما تتهمونيش هكا اتهام كيما هذا، انا مانيش مهبوله نضرب وليدي صغير بالتيو هكاك، هو ولا خو باسكو صغار وما مساكن ما يعرفوش. مي نخوفهم، انا وليدي الكبير من نوع اللي ما يخافش، ما تقولي له حنجي حنضربك ما يخافش. مي بصح كي جربت معاه التيو هكايا غير نقول له راح نجيبه نرفدو في يدي، والله غير يخافني ويولي يسمع لي الهضره. ما نضربوش بيه، وما دي فوا بالتيو هكاك وما يسمع ليش الهضره، باش نكون صادقه معاكم.
يعني هذا الموضوع شويه ازعجني، يعني بالنسبه لهذا تاع التيو قالوا لي تضربي وليدك وكامل، والحاجه الثانيه تاع التبول كاين بزاف اللي قالوا لي نورمالمون دي الحاجه ما توريهاش. نورمال انا كي راني دايرتكم خياتي شاركت معاكم قلت لكم، وان شاء الله تفهموني باللي وليدي ما يبوش يوميا، دي فوا سمانه 10 ايام، دي فوا يقعد شهرين ما يقيش روحو. حبيت نعرف السبب علاش، وجاب لي ربي عرفت السبب باسكو راهي البروده. ولا حنا البنات هاي اللي قاعد يغسل تما عناتها مليك، قعد لي برك الفطور كيما شفتوا البارح وجدت لبس الطوماطيش دوكاتيك، يعني راهي الاضاءه شويه ناقصه باسكو هادو ما هاد لي لامب ولا النيو هذايا لا بريس تاعهم خسرت لي هاي ليك، دوك نروح نسقمها نفتحها ونسقمها معليش. لهنا راح ندير الفطور تاعنا ولا الطبق التقليدي راح ندخلو لكم ان شاء الله، في نديروه ركن دائما بكل في كل جمعه ان شاء الله، كل مره نديرو طبق تقليدي. اليوم على نهار اليوم واش راح نديرو؟ راح ندير معاكم التريده اللي جاب لي ربي يديروها من جهه الشرق، تجيب صوص حمراء. واش درت لها؟ درت البصل مغابي، طوماطيش مرقيه تانيت، لا لا ريحو، ودرت لي زيبيس، درت الملح فلفل الكحل الكركم زنجبيل، ودرت راس الحانوت. شوفوا راس الحانوت كي ديروه في كامل انواع التريده شخشوخه تمد لكم كو بزاف بزاف بنين. دوك نخليها تتقلى. بالنسبه لهاد التريده ما تجيش فيها لي ليغوم، مي انا راح ندير حبه تاع القرعه وحبه تاع الزروديه باسكو وليدي الصغير يحب بزاف لي كاروت، ونديروا لها الحميصه وماذا بينا هذيك البصل وهذوك التيو كيفاش يدوبوا كامل باش كي نجمروا التريده تاعنا ما تقعدناش هكاك باينه. المهم دوك نمرقها ونخليها تطيب هذاك المرسو تاع اللحم، والتريده دوك نوري لكم كيفاش ندير لها ان شاء الله. هنا هنا البنات هاي اللي سقمتها، شوفوا هنا طاروا لي هذوك الخيوط منا، دي فوا جبدها مزروبه، شوفوا كيفاش غادي لي راجلي انستالاسيون باش برك الاضاءه تجيكم باينه في التصوير. المهم طارت لي جبت تورنوفيس وخدموا هاد الحاجات الخفاف، سيو كيفاش تنقصوا على رجالتكم، ماشي اي حاجه تخسر تعيطي للراجل ولازم هو يخدمها، نورمال الحاجه اللي تقدري عليها انتي تعاوني معاه وخدموا، يعني راكم هاد الدار راكم مشتركين فيها مع بعضاكم، عاونوا بعضاكم وعلاش لا. وهاي لك البنات التريده ديالنا، يعني انا وقت الوقت شوفوا كنت عاتق، كنت جون في صغيره كان عندي واحد 15 سنه من بكري نموت على الكوزينه، جربتها خليت ماما رقدت، ومن بعد دخلت الكوزينه كان عندنا واحد الكتاب جربتها منه، والله يا البنات غير صدقوني درت انا قطعتها شويه كبيره على هكا، مي جاتني بزاف بزاف هايله، وكنت شوفوا كي طيبتها شحال فرح بابا بيها ماما كامل عجبتها. المهم هذه هي التريده تاعنا، كاين هاد الكاريات صغار وكاين الكبار، انا شريتها كاشتي دوكا خلاص حكمني العجز. راني مع التربيه انا دوكاتيك، هذه جاتني بزاف دوك ندير جاب لي ربي نص الكميه دوك ندير نصف الكميه، دوك ندير القيس تاعي ونرجع لك. ولا هنا راني درت الكميه دوكا واش نديروا لها؟ نديروا لها شويه تاع الزيت هايليك، ندير هكا باش هكذايا ونخدموها كامل بيدنا هكايا، نتوما خدموا بزوج يدين وسمحوا لي على عس تاع الماشينه وتاع لاوت، اعتذر منكم هكذايا، نسيو كامل ندخلوها كامل بين الحبه والحبه. والبنات هنا اللي راكم تشوفوا في طفارتيك شغل كحوله باسكو نقيت الرمان وخد لي كامل يديا، تعودوا تقولوا كاش حاجه وحده اخرى ولا. والفرني دوك نحيه ونروح ندوش ان شاء الله. دوك البنات راح نجوز تجويزه خفيفه على البيوت، نهوي لي شامب ونديروا شويه تاع العنبر، نبخروا الدار تاعنا في يوم الجمعه، نديروا القران. انا نحب ندير دائما نخلق جو تاع نهار الجمعه باش ولادي يحسوا دائما باللي يوم الجمعه مميز بالنسبه لينا حنا كمسلمين. المهم البنات دوك نديرها تفور الفوره الاولى ومن بعد تيك نرجع باش نوريكم كيفاش نكملها. بون البنات راني درت ماكلتي فوق النار، مي ما كنتش مديسيديا كما قلت لكم نسيق، مي الله غالب وليدي دار لي واحد الديقه ما عندي ما نقول لكم، عبالكم كي شتها في كل وقت شوكيت، هذوك لي طابي كامل راحوا لي حاشاكم لاكوش تاعو طلقت له سي لا بروميير فوا مانيش عارفه وعلاش، هذوك لي طابي عباك غادوني على الدور اللي كنت نطم فيهم لقيت فيهم حاشاكم هذاك الجل اللي تنحم لي كوش كاع مطلصين، كي هذيك طويله كي هذيك المدوره سبحان الله، ولا غير تقلقت ما نكذبش عليكم تقلقت، باسكو الواحد ما يجي يشري الحاجه بالسيف ومن بعد الدراري بالخف يخسروها لك، هذوك هذوك الجل سقلي كاع في الطابي ما جيت نقيها بالكم قريب بكيت، ومع الفطور ومع مي معليش واش راح نديرو
خرجت كاع لي طابي ودوك رميت الماء وجبت. شوفوا اللي مكتب عليه الشقه مكتب عليه الشقه. انا ملي كنت صغيره نهار اللي نقول هذيك الحاجه ما نديرهاش والراعي الرسمي تاعنا هاوليك تيو. كانت واحد المشتركه قالت لي وعلاش انا ما تضربيش ولادك؟ ما نضربهمش، مين خوفهم؟ كي نوريه لهم ولا غير ماما خلاص خلاص صافي يخافوا. كي تقولي له نضربك بيدي هكا ولا والله ما يخافك، مي كي تجبدي له تيو تشوفي كيفاش. انا وين نروح؟ الراعي الرسمي تاعي هو تويو. المهم البنات نورمال، واحد كي صار له ديقات هكا صح يتقلق، مي واش راح نديرو. المهم دوك نجوز نشاف ماكلتي هاي ليك طيب، التريده ديالي راهي تفور، دوك نكمل نجوز كامل على الدار. وكيما على بالكم بالجمعه لازم القران، انا بلا جمعه ندير القران. دوك نشعل شويه تاع العنبر ونرجع لكم ان شاء الله. لا ما راهي فارت لي تفويره الاولاد، دوك هاتيك نفرغها هنايا. تقدروا تشربوها في الكسكاس، دوك نفرغها ونرجع لكم. نديروا لها الملح هنايا في الخطره الاولى هكا، ما نكثروش، ديروا في بالكم باللي المرقه ثاني راهي فيها الملح باش ما تجيناش مالحه. راكم تسمعوا في ولادي واش مدايرين. المهم ولا هنا نشمخوها بالماء يكون سخون هكا، يعني راهو كما راكم تشوفوا راهو يغلي، ونعطوها حقها في الماء باش ما تعيناش في التفوار. انا الثلاثين ديروا بنفس الطريقه، يعني شوفوا راهو في هذه في الجفنه راهو فيها الماء من تحتها. دوك راني درتها كميه مليحه تاع الماء، نقعد هكا نخلط فيها حتى تشرب لي بيان هكا. جاب لي ربي كثرتلها شويه الماء مي معليش، دوك نقعد نخلط فيها حتى تشرب. والهمسه اللي حبيت نديرها لكم لنهار اليوم اللي كانت طلبتها مني واحد المشتركه والحت عليا ندير هذا الموضوع، واللي هي كتبت لي قالت لي ديري لنا موضوع على مرت اللوس اللي تغير منك وانتي جايه عروسه تحتها، يعني جايه موراها، ودير المحل باش تبينك بلي انتي ماشي مليحه. يعني انا بوغ مو هذه انسانه يعني مانيش ندير في النميمه، مي الانسان اللي يحب دائما يبين روحه هو خير منك ويحب هذا راه عنده نقص من جهتك، ولا كيما نقولوا حنايا عنده الغيره من جهتك. هذه هي اللي حبيت نفهمها لك. مي باش نعطيك النصيحه الاولى وبالك راكي جربتيها انتيا، اللي هي الانسان اللي ما يعاملكش مليح ولا اللي عنده الغيره من جهتك سيت عامليه مليح، يعني هذه المرحله الاولى قبل ما تتسرعي وديري حاجه ماشي ملاح. اذا سيتي معها هذه الطريقه، يعني هي تعاملك ماشي مليح وانتي تعامليها مليح، كاين اللي عنده هكا حنين وكامل تتسقم عقليتها معك. ويلا كانت حقوده، انسانه حقوده وتغير منك، وكاين اللي حتى تلحق انها تكرهك، هذيك انا بوغ موا ايفيتيها كامل. شوفي ما تكتري معها الهضره، ما تعطي لها اسرارك، ما تجمعي معها، ماشي ما تقعديش معها، بالعكس قعدي معها مي عرفي واش تهضري معها. كي قلتي انت يا دائما دير المحل باش تبيني انا ماشي مليحه، انت ماشي تروحي تقعدي معها تولي غير تهضري في فلانه، بالك عطيت لك مثال ما تزعفيش مني تبقاي تهضري وخلاص. لا انت ما تعطيهاش لوكازيون كامل، كما نقولوا ما تعطيهاش البوان فابل تاعك. هذه هي. والانسان اللي تخافي منه شكون هو؟ كاين الانسان اللي يكرهك ويغير منك ويبين لك باللي ما نحملكش ويبين لك المشاعر تاعو، وكاين الانسان اللي لا كاين الانسان اللي يكرهك ويغير منك وبالك يحقد عليك مي بصح ما يبين لكش. هذا الانسان انا بوغ موا هو الخطير وهو لي دونجي. مي السؤال المطروح وعلاش كامل، يعني كامل فعلى بالي اغلبيتكم عندكم وحده تكرهكم وحده تغير منكم، والسؤال المطروح كما قلت لكم وعلاش تغير مني فلانه، واش من السبه اللي خلاتها تغير مني انا، واش درت لها؟ ولا هذا السؤال المطروح. بالك انتيا شايفتك عندك راجلك خرب راجلها عقليته، بالك شايفتك ميسوره ماديا راجلها خرب راجلك، بالك شايفتك انتي عندك دراري وهي ما عندهاش دراري. الانسان اللي غير شكون اللي محروم من الحاجه اللي ما عندوش هذيك الحاجه، ومانيش نعمم راني على الفئه القليله برك، كاين بزاف اللي عندهم الغيره. كاين سلواس اللي كتشوفك لبستي تغير منك، تشوفك درتي شريتي حاجه لدارك جديده تغير منك، تشوفك مانيش عارفه انايا تشوفك درتي نابورت حاجه تغير منك.
كاين الانسان الحقود وكاين الانسان اللي يكرهك يعني بلا سبب يكرهك هكا من عند ربي ما يحملكش. انا بوغ موا عباد كيما هادو يعني نسي نمدلهم الفرص نكون مليحه معاهم كيما نقولوا هي تعاملني ماشي مليح انا نعاملها مليح. كيما قلت لك اللي يكون انسان عنده من الداخل مليح ولا غير يتسقم معك بعقليته كي يشوفك انت تعامليه مليح يقول لك إيه هي تعاملني مليح انا تاني تنسقم روحي. من الانسان الحقود واللي يكرهك واللي يحقد عليك مستحيل يتبدل يقعد هو هو مام تعامليه مليح مام ديري البوسيبل تاعك. اما لا هاد الانسانه ولا مرتلوسك هذه اللي نطلبوا لها ربي يهديها كيما عطيت لك النصائح ما تكتريش معاها الهضره كي تقعدي معاها في جماعه ما تعطيهاش بوان فابل تاعك ما تعطيهاش اسرارك كيما نقولوا ما تكتريش معاها الهضره عارفي واش تهضري معاها. دوك مانيش عارفه كيفاش راكم عايشين في دار وحده ما راكمش عايشين في دار وحده ان شاء الله كون فتك حبيبتي وراني نمد لكم نصائح من القلب يعني ندير روحي انا في بلاصتكم ونحكي لكم. المهم البنات هنا هذا هو الفطور تاعنا تاع نهار الجمعه اللي هو طبق تقليدي درت التريده ان شاء الله تكون عجبتكم وجات بنينه قرف بنينه. كما قلت لكم كما قلت لك حبيبتي ان شاء الله تكوني تشوفي هاد لا فيديو وراني درت لك الهمسه اللي حبيتيها مي على بالي الهمسه ما رانيش نطول فيها دوكاتك ما نزيدش نهضر في الفيديوهات كي نكون نطيب ولا نعود نحي لهم كامل هذاك الصون ونهضر قباله باش نقدر ندير الهمسه في غرضي ونحكي معاكم. يعني سبحان الله كي تشوفي عيبات كيما هكا ولا غير انا ما نكذبش عليكم كي نشوف نسمع لي زيستوا هكا نتشوك. المهم النصائح اللي مديتهم لك حبيبتي مشي عليهم مهمتي درتي اللي عليك ديري الخطوه الاولى انك تتصالحي معها تمشي مليح معها تعامليها مليح مي اذا ما حبتش ديري كيما قلت لك وان شاء الله تكوني سمحتي. الخير عليكم البنات هذا هو راني نوض شربت قهوتي تاع العصر وشربت لوليداتي قهوه تاع العصر وبما انه العشاء عندي دوك ندير لهم غير حاجه خفيفه كيما على بالكم راجلي ما راهوش لهنا صافي ما تقلقش كامل العشاء دي فوا ندير لهم مقارون دي فوا المهم حاجه خفيفه. دوك نغسل شوفوا هاد الماعن تاع تاع العشاء تاع القهوه ونستف هادو ما تاع الفطور تاع الصباح وهذيك التريده اللي قعدت لي غطيتها بالالومنيوم ومن بعد نزيد ندير لهم فيها شويه مرقه ونسخنها لهم. ولا انا حبيت هادو غير كيما درت لهم تنظيف كيما شتوني تنظيف العميق مي طلعت الصباح جبت هادوك الكيسان لقيت تما الغبره الفوق كامل لقيت شغل الغبره خفيفه حبيت نعاود ندير لها مسحه. يعني انا كل ما نشوف الغبره في بلاصه نعاود نمسحها ديك نمسح هادو ما خدش مفتوحين وهادو كي مغلوقين ما يتغبروش وهادوك تاع ليكا ثاني نجوز لهم. انا اليوم جاب لي ربي ندير غير هاد الزوج نجوز لهم وكانت واحد المشتركه قالت لي وري لي هاد البابي هاولي كيفاش داير يجي بزاف هايل. انا كان ترونسبارون وهبلني هبلني نضل نمسح فيه كي درت له هكا وتهنيت منه وهذا يتباع عند لي عند لي يخدموا يبيعوا الصبيغه فوالا عند لي يبيعوا الصبيغه ان شاء الله نكون فدها. ولا هنا هذيك اللوبيا اللي وريتها لكم قلت لكم نوري لكم كيفاش تكونجليوها. شوفوا غسلتها ونقيتها وقسمتها اون دو نص قطعته هكا رقيق باش نديرو هكا مع الرز مع الخضره والنص الاخر خليته طويل بالك نديرو مشطو باللحم بصل وطوماطيش ولا نديرو مرقه بيضه بليفخيت. المهم قسموه على زوج هكا باش ما تتقيدوش في الوصفات. هذا اللي يجي قطعته رقيق ديروه في شلاضه تاع الرز فايره شحال يجي بنين يجي هايل قطروه حتى ما تبقى فيه ولا قطره تاع ماء ومن بعد ديروه في الساشيه تاع الكونجيلاتور وكي تحطوه في الكونجيلاتور واش ديروا له حطوه واحد 10 دقائق ومن بعد رجعوا ليه وهذيك الساشي شدوها فتتوها كاع بين يديكم هكايا باش هادوك الحبات تاع الماشطو تاعنا لوبيا ماشطو ما يتلاصقوش. ومن بعد كي تجو دوزنو تجبدو مباشره قلو الوسمو تاعكم البصل زعما واللحم زعما حديرو بصل وطوماطيش باللحم بالماشطو ما درموها من الكونجيلاتور رموها قباله في الكوكوطه ما تخليوهاش تديكونجلا. بالنسبه ولا هنا البنات بكم شرح ندير العشاء اليوم عندي العشاء وانا ما رانيش حابه نتعشى قلت ندير هكا المحلبي باسكو نحبو بالبزاف قلت بالك الا ما تعشيتش ناكل وحده في السهره. الا هنا عندنا باكي تاع المحلبي هنا ديروا فيه ريتله تاع الحليب مي انا فيه زوج ساشيات كل ساشي ديروا فيها نص ريتله تاع الحليب انا حنستعمل غير نص ريتله.
هنا حبيت نوري لكم واحد التدبيره بالك حنا نغفلوا عليها ولا ننساو دي فوا. انا هذا يا الطاس هذاك اللي نوزن به الليكيد والفارينه وسميت تكسر لي نوزنو هكا بالبيبغون راه يجي فيه مكتوب 250 مليلتر يجي فيه مكتوب كلش. هنا درت 250 مليلتر نزيد لها 250 واحده اخرى هكايا باش نسحقوا نصف لتر تاع الحليب. هنا انا استعملت حليب كونديا، تقدروا تستعملوا حليب عادي حليب تاع شكاير نورمال، حليب كونديا يجي بنتو تجي ثاني بنينه. شوفوا وليدي وراني حطاته معايا فوق البوتاجي. اصبر ما اصبر اصبر نور البطاطا باش نحضروا. هنا راه مكاتبين تسمحوا لي البنات دقيقه لهنا البنات نديروا على هذا الخليط تاعنا تاع نص ليت الحليب نديروا عليهم ثلاث مغارف ثلاث مغارف يعني هاد المغرف كارثه تبين. نديروا ثلاث مغارف تاع السكر ولا حبيتوا تنقصوا الحلاوه تقدروا تنقصوا. انا ندير ثلاثه مي ما نعمرهمش بزاف باش ما يجينيش حلو يقهم. يعني كل باكي هكا ديروا يعني هي مكتوبه الطريقه تاع التحضير. كل باكي يجي فيه ثلاث مغارف، لا درتو زوج ديروا ست مغارف. انا درت وحده زوج ثلاثه فوالا. ولا هنا نزيدوا هذاك الباكي تاع المحلبي ديالنا، تقدروا ديروا المحلبي تاعكم في الدار. هنايا باش اذا عرفتوا باش تعرفوا الكيل، هنا الباكي فيه 120 غرام. اذا درتو في الدار ديروا فريت الحليب ديروا 120 غرام تاع الرز يكون مرحي ريحته ثاني تيجي مليح. انا واحد الوقت كنت صغيره كترحيه لي ماما وندير المحلبي نموت عليه هكايا ونديروا فوق النار يغلي. وما تنحوش يدكم نتوما تحركوا باسكو يتحرق يلصق لكم كيما على بالكم الرز فيه النشا، وبطبيعه الحال النشا مع الحليب مع النار هيدي لكم كارثه. بقاو تخلطوا فيه حتى تشوفوا الميلونج تاعكم ولا ليكيد تاعكم ولا لكم ثقيل. ومن بعد انا غير نشوف ليكيد تاعي ولا ثقيل ندير له قطرات من الماء الزهر. هذه التدبيره بزاف بزاف هايله وتمد لوكو كيما تاع زمان. المهم نحضرها فوق النار ونرجع لكم. ولا هنا هم ليك بعد اللي زينتهم بالقرفه الله الله كيما التزيين التقليدي تاع الزمان اللي يجي هكا. انا جادو حاجه تراديسيونيل. تحصلت على هادو 3 اسيات وهاد الفيغين الصغيور. دوكا تيك ما بقى لي غير نديرهم في الفريجيدير يبردوا باش ناكلوهم ان شاء الله في السهره. وننصحكم دائما ديروا حاجه تقليديه، عرفوا بناتكم بيهم اللي عندكم بنات وروا لهم الحاجه تاع الزمان اللي كنا نديروهم. انا لو كان تكون عندي طفله نعلمها كلش نوري لها الصوالح التقليديه تاعنا باش احنا قد ما نعلموا ولادنا من جيل لجيل التقاليد تاعنا ما تروحش يعني تبقى هي يا لو كان بعد الاف السنين. المهم البنات نديرهم في الفريجيدير ومن بعد نتلاقاو ونكملوا كيفاش راح نكمل منا الليل معكم ان شاء الله. هنا بعد اللي كملت رقدت ولادي درتهم في بلاصتهم رحت انايا بروسيت سناني مشط شعري وبدلت حوايجي لبست بيجامتي تاع الرقاد. هاد اليومات راهو البرد راني نرقد في هاديه شويه خشينه. وما تنساوش رطبوا اليدين تاعكم رطبوا الاقدام تاعكم ولا رجليكم البسوا تقيشرات هكا دفوا رجليكم في الليل. يعني المراه لازم تتهلا في روحها وتمد وقت الروحه ماشي غترقدي هكاك وماشي تتهلايش في روحك. لا لا حبيبتي انت هي الصح كيما دائما نقولكم ودائما نحفزكم. وديري بوم على فغلي رطب لك الشفاه تاعك ديري ديودوران ديري بارفان. هادو هما اللي حبيت النصائح نمدهم لكم. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تعجبكم ونقول لكم نحبكم بزاف 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 حبيبات قلبي وتهلاو في روحكم ونتلاقاو في فيديو جديده والى فيديو قادم ان شاء الله.